اوكي هاي حلوين. صباح الخير او مساء الخير على حسب ما تشوفون الفلوق. اليوم فلوق جديد، تقييم المنتجات قد جربناها. طيب راح ابدا مع ذي اثنين هذولا. طيب اخذت التونر واللوشن، هم بالشاي الاخضر. انا بصراحة عانيت من حبوب فجأة كذا طلعت في بشرتي وانعدمت. اوكي، ف كنت محتاجة شيء يعالجها بصراحة. روعة هم مع الغسول. ثواني بس خلينا نجيب الغسول مع ذا. صراحة قلبت لي بشرتي. اوكي، انا بشرتي مختلطة فناسبوني. من ذا فيس شوب دهنية، دهنية منطقة التوزان، وعادية في اسمها ذي الباقي منطقة التوزان اللي هي الخشم، الجبهة والذقن. اوكي، طيب اللي هم هذول الاثنين من ذا فيس شوب. الواحد تقريبا 60، يعني 120. طيب ثاني حاجة راح اتكلم عنها هو الغسول. خلصته الاخر قطرة، والحين جالسة استخدم الثاني وطلبت الثالث كمان. اوكي، لو بشرتك مختلطة او دهنية هذا نعيم، صدق صدق هذا نعيم، روعة. في ذا فيس شوب، وفي قولي معايا اي هير. اوكي، اللي في اي هير بصراحة ارخص على بلاطة كذا. كول، ف مرة حلو يعني جد جد. ثالث علبة الحين بستخدمها، روعة. اوكي، بما اني قد تكلمت عن الغسول خليني اقول لكم عن ذا. هو من تقريبا هو نفس البراند. اوكي، انا بالنسبه لي لان بشرتي مختلطه مره ناسبتني. ايش قصته هذا؟ لو عندك مسامات، لو عندك شيء زي كذا مره حلو. خليني بس اوريكم كيف هو زي كذا. اوكي، المفروض تمدينه على بشرتك، طيب على وجهك طبعا، وتخلينه نص ساعة. اتجنن ريحة كأنه فكس أو شيء، بصراحة ريحته تجنن. نص ساعة بينشف هو، وتغسلينه بعدها. بعد مرة روعة، لو عندك مسامات يجنن. طيب بما ان ستيلس مستمرين في نفس البراند او نفس الماركة، خلينا نتكلم لكم عن ذا. يجنن حرفيا، روعة. اتعب وانا اقول يجنن. الرؤوس السوداء انا كنت صراحة اعاني منها في منطقة الانف. تعرفون ايش معناها تشال لي اياها بنسبة 95%؟ 95% شالها اصلا، قوامه كأنه صمغ وقوة مرة عشان يطلع. طيب ها، شايفين كيف كأنه صمغ، بس مرة روعة. تمدينه على انفك وتخلينه حتى ينشف. ايوه، قبل ما تحطينه على خشمك حطي مويه دافيه عليه عشان تفتحين المسام. مثلا تاخذين لك اذا ما عندك اي شيء تحطينه فيه، تحطين المويه الحاره دافيه فيه، خذي لك فاين. ايوه فاين، وحطيها وبعدين مسحي وبس. طيب الحين بتكلم عن هذا وضع. اوكي، هو كريم مفروض للرجول، روعة. اتعب وانا اقول يجنن، مرة جميل، يعطيها ترطيب. هو المفروض انه بعد ما تستخدمون زي كذا ماس للرجول. اوكي، بصراحة مو هذا اللي انا استخدمته، واحد ثاني، بس انه نفس الفكرة يعني. بعد ما تدي الرجول تتقشر تحطون فيها هذا المرطب، خفيف وريحته تجنن وترطيب كويس. طيب اللي بعده. اوكي، ايش اتكلم عن بعده؟ اوكي، راح اتكلم عن المجموعه دي. طيب كثير صراحه جو عليها مدح. انا ما اشتريتها، انا لما اشتريت الماسكات شفتها ماسكات كوريه فاشتريت بالهبل. نزلت لهم الفلوق. اوكي، الفلوق فضيحتي يا عيال. المهم اعطوني اياها هديه. بصراحه رايي الشخصي انا ما فادتني بشيء يعني. ذيك الايام وجهي كانت فيه حبوب
وترطيبها عادي، الغسول حقها عادي. ما أدري يمكن لأن اللي عندي مش الكبيرة فما استخدمتها فترة طويلة، استخدمت تقريبا شهر وشوي، ما في هذيك الفايدة يعني، مش الشيء اللي أرجع أشتري. غسول ومرطب وتونر. بس عشان ما أظلمهم ترى ما استخدمتها يعني بنتظام. شهر أيوة بانتظام، لا كنت أقطع هذه، كان وقت سفر وأشياء حلوة للسفر، حجمها صغير مرة تجنن. بس هل هي اللي تعطي فايدة أو شيء زي كذا يعني، نفس الغسول هذاك والمرطب وكذا؟ لا أرجع أشتريها لا كمان. طيب شيء ثالث، أوكي راح أتكلم عن هذه. هذا من ذا فيس شوب، أوكي أي قصته قصة صراحة نضحك علي فيه، أنا كنت أبغى شيء ثاني أوكي، وحسبت إنه نفس الشيء لأنه نفس الشكل. ترى موجود في الفلوق الأول حقهم الكريم اللي زي الدائرة، تكلمنا عنه كمان، قلنا يجنن مرة، رائع هو إيه؟ اللي كنا نبغاه بس جحفلنا بذا. لا في واحد ثالث، مين؟ أوكي كريستيان. المهم بس ما طلع هو، بس ترطيبه رائع مرة يجنن، هو بزبدة الشيا، فترطيبه جدا عميق وجد جميل بصراحة. أرجع أشتري مع أنه ترى مش رخيص يعني، على حجمه تقريبا 55. طب وريهم حجمه تقريبا، لحظة، تقريبا طول إصبعي، أطول، لا صراحة أطول بشوي. فبس هذا بالنسبة لهذا، صراحة هذا بس اللي بقي، الباقي الرمت. أوكي من ذا بودي شوب، ايوه من ذا بودي شوب. ارجع اشتريها لا، ترطيبها جدا عادي، كيوت اوكي، حجمها مرة جميل، تصلح للجامعة، بس انه ما في ذاك الترطيب الكويس يعني، مش زي اللي قبل شوية. تقريبا كانت ب25، انا اخذت صراحة التخفيضات 2 ب25. طيب نجي لهذا، مقشر بالجريب فود، اي ثينك. المهم مش ذا الموضوع، ريحته تجنن جنن 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 جنن، مرة حلوة، بس تقشيره خفيف، يصلح مثلا في الأسبوع، أحس يصلح للوجه رقيق وللجسم هو أساسا، بس إنه مثلا أنت قد سويتي تقشير مرة عميق في الأسبوع، بعد أسبوعين كنت تبغين تسوين تقشير خفيف، مرة حلو. حبيباته مرة ناعمة، خليني أحاول أنزلها. مرة ناعمة، ريحته تجنن يعني، صدق ريحته شيء خرافي، صح؟ طيب الحين خليني أتكلم عندي. أوكي غسول للفم مرة روعة، هذه مش العلبتين الوحيدة، أنا قد استخدمت قبل كذا الوردي، واستخدمت كمان قبله علبة، مرة روعة في الجامعة أو حتى في مدارس ابتدائي متوسط ثانوي دوام. حلو ان ريحه الفم تظل صراحه حلوه فتره مره طويله، اوكي في نفس الوقت ما ادري، انا بالنسبه لي احسه كمان يعني بعد ما تفرشين اسنانك احس تنظيفه يكون كمان زياده يعني، ينظف، فهمتي؟ اوكي يعني مثلا بقي بقايا اكل او شيء زي كذا الفرشه ما وصلت له، احس انه يطلعها. طيب راح اتكلم عن هذا الحين، اوكي ترطيبه تعرف مش بنات، عميق، اعمق من العميق، مره عميق. هي زبده الشيا الخام، اوكي افتحها بس شوي. حلوه مره ترطيبها، مره حلو، بس ترى ثقيله. هذا اللي جوا بزورها، ريحتها مره حلوه، شميت الريحه. اوكي تحتاج صراحة وقت عشان تذوبينها، بس ترطيبها مرة عميق وحلو. طيب نجي لهذا الماسك، البشرة المختلطة عموما أكيد الأغلب يكث. أوكي أكيد الأغلب يعانون من أنه الزيوت اللي تجي على الأنف على شيء زي كذا، البشرة عموما
سو صراحة مرة حلو يعني، وكميته مرة كويسة. ارجع اشتري صراحة ما اظن حلو، اتس اوكي okay. بس يعني احس ممكن اشتري مثلا بعد 6 شهور، يعني كل 6 شهور استخدمه مرة. اي شوي يعطي حرقان، ريحته كأنها حنة، حرفيا كأنها حنة، ولونه اخضر. ثواني بس، اوكي زي كذا قوامه. انا نسيت اقول شغلة، ترى على فكرة هذا للبشرة المختلطة. اوكي خالتي لما استخدمته بشرتها جافة مرة عدمها، فينفع بس اللي بشرتها مختلطة كذا. تمام طيب. طيب خلينا نتكلم عن ذا المنتجين، معروفين ما أظن ما في أحد ما قد تكلم عنهم. بصراحة أنا استخدمته لبشرتي فترة، لأنه أنا أحب أوقف الكريمات. الكريم اللي أنا استخدمه ما استخدمه شهرين ورا بعض، إذا بستخدمه شهرين الثالث لازم أغيره عشان بشرتي ما تتعود. سو استخدمته صراحة حلو، يعني يقضي حاجة. النظارة مدري اللي قايل عنها صراحة ما شفتها، ما أدري ما استمرت عليه فترة طويلة، لأنه صراحة خفت أنه أصلا مش للوجه. ف حلو طبعا، مستخدم الآخر قطرة. طيب أوكي هذا الثاني. شايفين حجمه كيف؟ مرة روعة للشفايف، يعني ولا أطلق مرطب. كمان ينفع للتصلخات، بس هو أصلا أنا استخدم الشفايف مرة روعة. ما أدري، أنا لاحظت لما صرت أوكي وأصلا مش للشفايف، بس والله مرة كويس. لاحظت شفايفي صارت وردية شوي، فيها كده لون وردي خفيف. لا تضحكي. طيب فا أيوة صراحة لو خلص أرجع أشتري شفايفي. طيب بتكلم عن دلاتور. أوكي إن كان ما خاب ظني فهو من ذا بودي شوب، مرة روعة للصبح. يا الله ريحته تجنن. أوكي شفتوا للصباح مرة حلو له. هذا عطر وهذا حق الجسم. أتعب أنا أقول جنن ريحتهم. أنا كنت أبغى باللافندر بس ما كان موجود، فعطتني هذا، قالت لي إنه عظماتي، وصراحة شكرا لها من هالمنبر، من جد شكرا لك. يجنن مرة، يجنن ريحته خفيفة كده وصباحية كول. طيب نتكلم عن، خلينا نتكلم عن ذا المعجون. أدري بتقولون معجون عادي كلنا نستخدم معجون وما أدري، بس لا ذا له معي قصة. أنا فترة من الفترات كنت أحس بأسناني حساسة، طيب فرحت واستخدمته. جاء الشهر اللي بعده، طبعا أنا إذا استخدمت شيء وعجبني أجلس شهرين، بالذات في الأسنان لأني ما كنت أفهم فيها شيء. أوكي المهم بعدين بدأت أحس أن أسناني تعورني، رحت للدكتور حق الأسنان وصراحة أعطاني موشح كامل وعلمني إيش التكنيك، إيش مفروض تستخدميه لأسنانك. حلو مرة حلو صراحة، بيض أسناني، ارتاحت على أسناني فترة، بس بعدين لأنه أصلاً الأسنان الحساسة فحبيت أنوه عند النقطة. طيب اللي بعده شنننا. أوكي زيت اللافندر مرة جميل. أنا فترة من فترات جاني أرق أنا ومنال، فاستخدمنا تحطين في موية في بخاخ وتحطينه هو كم تحطين يعني، وتحطين موية وتخضينها وتظلين ترشين مخدتك الغرفة، بتدخلين في نوم عميق، مرة يرخي الأعصاب يخليك كذا ريلاكس. طيب نتكلم عن الماسكات الحين. لحظة وش خلينا نتكلم عن هذا، ماسكات الظهر. لحظة خافية بس الماركة هذه أو إيش اسمها، المهم مش كويسة صراحة. أنت استخدمتيها؟ تكلمي طيب أنت. ما تلصق زين، غير عن كده ما توخر الوجع، ما لها ولا أي لزمة في الحياة، توهقت فيه صراحة باختصار. طيب الماسكات، أنا اشتريت كل الماسكات تقريبا في ذا بودي شوب، في ذا فيس شوب. تعرفون ايش معنى عنز بد وطاحت في مريس؟ هذيك أنا أول ما دخلت المحل قشيت كل شيء وفرحت إنه أو كورية. أوكي أرجع نوه، أنا بشرتي مختلطة،
انا من الناس ما احب ابدا سالفه انه بشرتي تجلس تدبك او تلمع ايه او تجلس تبرك كذا يعني اخلي صحيه ونظيره إيه؟ بس ما كانها مزيته يعني من جد احب اوكي احب الترطيب صراحه بس مو كذا مره مو كذا عارفين انا اكتشفت انهم هم عندهم يحبون مره البشره اللي تلمع يشوفون انها صحيه وما ادري ايه لكن بالنسبه لنا مره لا هذه اللي زي كذا بصراحه ما انصح فيها اوكي لو انت بشرتك جافه ممكن تاخذينها قبل المناسبات على فكره للتنويه الماسكات جميعها اللي زي كذا انا قالت لي وحده شفتها صراحه في حساب وحده كوريه وكمان اللي تشتغل في المحل قالت لي نفس الكلام 3 أيام وخلاص ماكسيموم 3 أيام اوكي وتروح يعني هي حقت مناسبات بس انك تبغينها كعلاج او مثلا ترطيب عميق او تغنيك عن ترطيب لا بتاتا بصراحة ندمت اني اخذتها ارجع اشتريها لا ممكن اذا ابغى ادلع نفسي كذا انه دلع ومدري ايه اتس اوكي بس انه اشتريها للفايدة لا هذا صراحة كان احسن واحد فيهم حسيت معاه انه بشرتي ما برقت ما تلمع طيب نجي لاخر منتجين اللي هم دولة اوكي اي بنت لازم وضروري جدا يكون عندك غسول المنطقة الحساسة اوكي هي دايما مضبوطة ايش اقول ايش مكبوتة يعني بس يعني مكتومة ايوه هي ذي الكلمة مكتومة اوكي فالجراثيم مكانها المفضل اوكي بنسوي فلوق بعدين خاص البنات تتكلم فيه بس تفعلت اوكي هو غسل المنطقة الحساسة رائع طبي سعره ما كان مرة غالي صراحة ما اتذكر كم سعره بس انه ما كان مرة غالي كميته مرة كبيرة 185 بس يعيش عمر كان ب 100 وشي صراحة بس يعني طب مرة فترة طويلة سنة تقريبا اكثر سنة وشي سنتين لا اقل من سنتين سنة وشي صراحة انا نسيت ما تشترنا لانه من اللي اشترى ماما ولا انتي ماما اشترته اوكي لنا سو من زمان والله من زمان المهم بعدين راح نتكلم عنه في فيديو خاص طيب نجي لاخر شيء تحملوا الطاقه السلبيه اللي راح اتكلم فيها هنا تعيس البائس اوكي يعني من جد اللي سوى هالمنتج الله لا يوفقك يعني فوق خسارته فلوسي صلخني جلدي والله ما ابالغ لو قلت لكم هو اصلا مفروض البكيني والمنطقه الابط اوكي والاندر ار والله ما انصلخت 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 تعرفون لما يصير حرق ويصير اللون بني محروق وألم جاني فظيع أنا صراحة العادة أستخدم حلاوة أحسها المنطقة الأندر أرم الإبطين تنظف أيوة تنظف أوكي أحس أنها أحسن يعني وأنه كمان تجلس فترة طويلة فأنا حبيت أستخدم هذه قلت أنها أريح من الحلاوة استخدمتها وليتني ارتحت من جد انصلخت المنطقة جيت أبغى أرجع الموضوع و وين المسحات؟ أبغى أستخدم المسحة اللي معاها جواتها ريحتها ما أبغى أقول لكم يعني خايسة أوكي؟ هي هذه المسحة اللي معاها الريحة جدا بشعة مرة بشعة لأنه هو لوز أو من شو اسمه؟ هو باللوز بس إنه ريحة مرة شينة بالعادة كمان على فكرة أنا راح أنوه الشغلة ترى حتى اللي للوجه أوكي للنفس كده للوجه واحد ما تنتف كويس فوق هذا كمان تصلخ لك يعني راح تنصلخين يعني ألموا على الفاضي تتقفى قناة نحس والله عاد منتجهم ما عليش يعني يمكن سوء استخدام أي سوء استخدام يمكن قول يمكن ما أدري صراحة أنا عن نفسي أقول لكم حتى لو قفلوا قناة نطوز لا تشترونه حرام فيه الفلوس يعني بيصلخ لك المنطقة وبتعانين فوق هذا وتعالي حاولي تشيلينه مؤلم من جد مؤلم وفوق كذا ما استفدت كمان صابين ولا بعدين اوكي كان المفروض هذيك اخر شيء بس راح اتكلم عن الصوابين صوابين هذه طبيعيه نازلين احنا فلوق عنها من قبل اوكي في فلوق نازل قبل اوكي بس احنا رشحنا الافضل الحين طبعا هذول المجموعه اذا تشوفون الفلوق اللي من قبل كانوا عباد ستة. كانوا ستة استخدمنا ثنتين صراحة يتجننون اللي بال قولي معايا حتى الحمام المغربي صابون المغربي انا صراحة استخدمتها مرة روعة مرة تجنن
كمان في الثنتين هذولي اصلا واضح الاستخدام. هلكنا امه. اوكي روعه ريحتها تجنن. هذه ريحتها مره حلوه. في باقي اللي بالعود بس صراحه انها هناك ما جبتها. المهم روائحها تجنن واحسن شيء فيها انه اصلا ترى طبيعيه كمان. وتعطيكي صراحه نتيجه. يعني هذولي بنبدل كل اللي مصوره بصراحه اللي كانوا توب. بس بالتوفيق. يلا مع السلامه، يا رب نكون فدناكم. باي.